عكس ما كان منتظرا، فريق ريد القبة تنقل إلى ملعب أول نوفمبر بالحراش لإجراء مباراته المتأخرة أمام اتحاد الحراش الذي استعاد أخيرا دعم أنصاره بعد استنفادهم للعقوبة التي كانت مسلطة عليهم. كل شيء في هذا الدربي حدث في الشوط الأول، وكاد جابو هنا بعد هذه الكرة أن يفتتح باب التسجيل لفريق اتحاد الحراش، ثم نفس اللاعب بعد هذه الركنية جابو التوزيع باتجاه بريكي مباشرة في شباك الحارس القبي مقران بعد مرور 50 ثانية من بداية المباراة. التوزيعة كانت جميلة والارتقاء كان أجمل من بريكي داخل منطقة العمليات، ثم كاد غربي بعد الخروج السيء للحارس مقران أن يضيف الهدف الثاني لفريقه بهذه الكرة. سيطرته أفضلية اتحاد الحراش جسد جابو بهذه الانطلاقة الجميلة، مراوغة والثنائية ثم التوزيع على الجهة اليسرى باتجاه عيساوي يمضي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 13 من بداية المباراة. مجهود فردي رائع قام به جابو، انتهت الكرة بعد التوزيع عند عيساوي الذي لم يتوانى في إضافة الهدف الثاني لفريقه في هذه المباراة، وبداية قوية لفريق اتحاد الحراش. دفاع رائد القبة استسلم مرة أخرى بعد هذه الكرة، وبركبة وجها لوجه يعبث بالحارس ويضيف الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 24 من بداية المباراة. مجهود فردي رائع من بركبة الذي سجل الهدف الثالث. بعد ذلك ضربة جزاء لم يعلن عنها الحكم في هذه المباراة، وتتحول هجمة أخرى لرائد القبة ويعلن عن ضربة جزاء بعد عرقلة المهاجم عمران وبطاقة صفراء للحارس بوفريت من جانب اتحاد الحراش. الضربة تولى تنفيذها عمران ويقلص النتيجة في الدقيقة 36 من بداية المرحلة الأولى، ثم تغيير بدخول اللاعب الطوهري أنعش هجوم اتحاد الحراش وخروج جابو مصابا. طوهري كاد على هذه الكرة أن يضيف الهدف الرابع، ثم طوهري في مراوغة وضربة جزاء يعلن عنها الحكم في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. في التنفيذ بوركبة بنجاح يمضي الهدف الرابع لفريقه والثاني له في هذه المباراة، 4 أهداف مقابل هدف هي نتيجة الشوط الأول لصالح اتحاد الحراش. دخول سواكير في المرحلة الثانية وعقبي من جانب اتحاد الحراش أعطى النفس الإضافي لهجوم الاتحاد، ولو أن البداية كانت لصالح رائد القبة بعد هذه التوزيعة من بن يحيى عمران كاد يضيف الهدف الثاني لفريقه، ثم مباركو يرد بهذه الهجمة المعاكسة وجها لوجه يضيع أمام الحارس مقران. مهرجان الأهداف في هذه المباراة اختتمه سواكير بعد الانطلاقة على الجهة اليسرى من اللاعب عقبي، سواكير يضيف الهدف الخامس لفريقه، وعلى هذه النتيجة التي تعتبر أثقل نتيجة إلى حد الآن في بطولة القسم الوطني الأول انتهت المباراة. فريق رائد القبة بدأ يقترب أكثر من العودة إلى القسم الوطني الثاني.